عبر كبير علماء المجمع الفقهي الشيخ أحمد حسن الطاهة خلال الحفل المركزي لذكرى المولد النبوي عن استغرابه على مرور سنة كاملة على إجراء الانتخابات ولم يتم تشكيل الحكومة. مضى على الانتخابات سنة كاملة ولم تشكل الحكومة إلى الآن لتلبي للناس احتياجاتهم الضرورية. سنة كاملة تمضي، نحن عندنا الآن مع الأسف بعد 2003 من وجوه امتهان البشر أن يضيع الوقت بلا عمل. سنة كاملة معاملات معطلة. ليش؟ قال ما شكلت الوزارة. ليش؟ قال ما تمت الموازنة. لماذا؟ ما عين مدير. لماذا؟ ما عين رئيس. كذا تعيينه ايش؟ ينزل من السماء؟ قال لا، مو هناك جهات، اذا ما يرضى هذا يرضى ذاك. بهذا الشكل واصبح البلد يقترب من الحضيض ونعوذ بالله من النهايه.